بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حناخذ محاضرة اللي هو المحاضرة والوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة حناخذ فيها اللي هو الأنظمة العددية والتحويلات بين الأنظمة العددية. التحويلات بين الأنظمة العددية، خلينا نتعرف في البداية على الأنظمة العددية. الأنظمة العددية في عندنا أربع أنظمة عددية. الأربع الأنظمة العددية اللي هي الثنائي، النظام الثنائي، وطبعا النظام الثنائي اللي هو عبارة عن النظام الثنائي في عنا عناصر النظام وفي عنا اللي هو أساس النظام. النظام الثنائي عناصر النظام 0 و1 وأساس النظام اللي هو 2 اللي رقم 2. طيب هذا بالنسبة للنظام الثنائي. بالنسبة للنظام اللي بعده اللي هو النظام الثماني. النظام الثماني الآن عناصره من 0 إلى 7، من 0 إلى 7، وأساس النظام اللي هو رقم 8. طيب نيجي على النظام اللي بعده. النظام اللي بعده اللي هو العشري. العشري أساس عناصر النظام العشري اللي هو من 0 إلى 9، وأساس النظام الرقم 10. بعد هيك نيجي على النظام السادس عشر وهو الأخير. أساس النظام اللي هو السادس عشر، عناصر النظام من 0 إلى 9، وبعد هيك بنبدأ بالأحرف الإنجليزية اللي هو A B C D E F، اللي هو طبعا اللي هو تعبر A تعبر عن 10 11 12 13 14 و15. أساس النظام قلنا اللي هو رقم 16. طيب هذه هي الأربع أنظمة المتبعة أو الموجودة معنا في اللي هو المنهج. طيب نيجي ناخذ اللي هو التحويلات بين الأنظمة، وهو اللي بده يهمنا في هذه الوحدة اللي هو التحويلات بين الأنظمة. أول تحويل بدنا ناخذه اللي هو تحويل من نظام ثنائي إلى نظام عشري. الآن لو مثلا معنا 1 0 1 1 0، هذا عبارة عن نظام ثنائي. نظام ثنائي بدنا نحوله إلى نظام عشري. الآن في التحويل من نظام ثنائي إلى نظام عشري بدنا نضرب في أساس النظام. كيف يعني هذا الكلام؟ بدنا نيجي نقول هل عندنا 0 1 1 0 1. طيب الآن هذا القيم، الآن بدنا ناخذ رتب اللي هو الأس. الرتب الأس بدنا نبدأ من هان، من 0 واطلع هيك، يعني الآن 0 1 2 3 4. طيب لو كان عندنا كسر مثلا، يعني هل في عندنا دوت 1 1 مثلا. الآن إذا عندنا كسر بنبدأ بإيش؟ الرتب اللي هو العدد بالسالب، يعني بنقول سالب 1 سالب 2، هذا إذا كان عندنا اللي هو كسر. طيب الآن إحنا ما عندناش كسر، خلينا نضل على اللي هو في الموجب، يعني الآن عندنا 0 1 1 0 1. الآن رتبه أول واحد اللي هو 0، هذا رتبته قديش؟ 0. هذا 1 هذا 2 هذا 3 هذا 4. الآن نضرب في مين؟ في أساس النظام اللي هو بنقول 0 ضرب 2 أس قديش رتبته؟ 0. زائد 1 ضرب 2 أس قديش؟ 1. زائد 1 ضرب 2 أس قديش؟ 2. زائد اللي هو 0 ضرب 2 أس 3. زائد 1 ضرب 2 أس 4. الآن بنعوض بطريقة عادية. الآن أي قيمة مرفوعة إلى أس 0 فهي إيش؟ 1. أي قيمة مرفوعة إلى أس 0 فهي 1. إذن بنقول 0، فإذا بنقول 0 ضرب 1 بتساوي 0. طبعا يعني أي قيمة مضروبة في الصفر فهي ناتج 0. فالناتج 0، معنى ذلك إنه هان ما فيش داعي إنه نقعد نعوض. الآن أي قيمة مضروبة لصفر فهي 0. زائد الآن 2 أس 1 فهي 2. 2 في 1 بيطلع لنا إيش؟ اللي هو 2. زائد الآن 2 أس 2 اللي هي الـ 2 مضروبة في نفسها مرتين، يعني 2 ضرب 2 بيطلع 2 في 2 يعني 4. ضرب 1 طبعا اللي هي 4. زائد الآن نيجي على إذا كان عندنا هان، عندنا صفر هان، معنى ذلك انه اي طرف من طرف الضرب صفر فهو صفر، الناتج حيكون صفر، يعني حيكون
اللي هو اي قيمه مضروبه في صفر فيطلع معنا صفر اللي احنا حكينا. اذا هنا صفر زائد الان هان 2 اس 4 اللي هي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 يعني 4 مرات 2. طيب 2 في 2 اللي هي 4 ضرب 2 اللي هي عباره عن 2 يعني 2 في 4 بتطلع معنا 8 ضرب 2 بيطلع معنا تساوي 16. اذا هنا اللي هي 2 اس 4 ضرب 1 اللي هي 16 وتساوي الان بنجمع الان عندنا 2 4 6 6 و16 اللي هي 20. اذا هذا الرقم هو 20 بالعشره. هذا 20 بالعشره، هذا المثال الاول. خلينا ناخذ مثال اخر. خلينا ناخذ مثال اخر على التحويل من نظام ثنائي الى نظام عشري. طيب المثال الاخر نقول مثلا عندنا 1 0 1 1 0 1. طبعا هذا ايش؟ ثنائي، بدنا نحوله الى نظام عشري. طيب نيجي نفس القصه نضرب في اساس النظام. نضرب في اساس النظام. الان 1 0 1 1 0 1 نيجي نقول اللي هو 1 ضرب 2 اس قديش؟ 0. هون اسس 1 2 3 4 5 اللي هو رتب اللي هو العدد، رتبة العدد. الآن نقول 1 ضرب 2 اس قديش؟ 0 زائد 0 ضرب 2 اس قديش؟ 1 زائد 1 ضرب 2 اس 2 زائد 1 ضرب 3 2 اس 3 زائد 1 ضرب 2 اسف اللي هو 0 0 ضرب 2 اس 4 زائد 1 ضرب 2 اس 5. الان نعوض بالطريقه العاديه. الان اي قيمه مرفوعه الى اس 0 فهي 1 1 في 1 بتطلع 1 زائد الان اي قيمه مضروبه في 0 حتطلع معنا 0 زائد الان 2 في 2 هو 4 ضرب 1 اللي هو 4 زائد الان 2 في 2 2 اس 3 اللي هي 8 زائد اللي هو اي قيمه قلنا مضروبه في الصفر بتطلع معنا في الصفر زائد اللي هو 2 اس 5 يعني 2 مضروبه في نفسها 5 مرات بتطلع معنا 32 وتساوي الان عندنا 1 و4 5 5 و3 او 8 13 13 و اللي هو 32 بيطلع 45. اذا هنا اللي هو بالنظام الثنائي 45 بالنظام الثنائي 45. طيب نكتفي باللي هو المثالين هذول. خلينا ناخذ مثال اخر بس في كسر، يعني هذا في الموجب بدنا ناخذ فيه كسر. يعني لو قلنا احنا مثلا عندنا الرقم 1 و 0 1 دوت 1 بكفي، يعني هذا ثنائي بدنا نحوله الى عشري اللي هو عشري. تمام؟ كيف نعمله؟ برضه نفس القصه بنضرب في اساس النظام 1 1 اللي هو دوت 1. الان نيجي نقول هان 1 ضرب 2 اس قديش؟ 0 زائد 0 ضرب 2 اس 1 زائد 1 ضرب 2 اس اللي هو 2. طيب الان بالنسبه للدوت هنا بنقول 1 ضرب 2 اس سالب 1، إذا كان في غيره بنكمل بالاس، اس 2 اس 3 اس 4 اس 5 حتى نخلص اللي هو في الكسر. الآن بنعوض بالطريقة العادية، فيش أي مشكلة في هذه. الآن هان عنا قلنا أي قيمة مرفوعة إلى اس 0 فهي 1 في 1 بيطلع ايش؟ 1 زائد أي قيمة مضروبة في 0 فهي 0 زائد اللي هو 2 في 2 ب 4 ضرب 1 اللي هي 4 وتساوي الآن 5. هذه عندنا هي القيمة اللي هي 5. الآن هان اللي هو 1 في 2 1 سالب 2 بيطلع قديش معنا؟ اللي هو تقريبا تطلع معنا 25%. 25% ضد 25 ضد 2 اللي هي بصير عندنا الناتج اللي هو 5 و25. هذه بالنسبة للتحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري. طيب خلينا ناخذ التحويل اللي بعده.
اللي هو العكس. النظام العشري عندنا قيمة، النظام العشري بنحولها إلى نظام ثنائي، بنحولها إلى نظام ثنائي. طيب الآن لو عندنا مثلا 33 هذا عشري، 33 عشري بدنا نحوله إلى نظام ثنائي، بدنا نحوله إلى نظام ثنائي. نيجي بنقسم على أساس النظام اللي بدنا نحول عليه، يعني من الآن 33 هذا عشري بدنا نحوله لثنائي، إذا بدنا نقسم ال 33 على مين؟ على الاثنين، وناخذ باقي القسمة، ناخذ ايش؟ باقي القسمة. الآن كيف نقسم؟ بالطريقة العادية، إنه هي 33 وعندنا اللي هو 2. الآن ال 33 رقم 2 فيها؟ فيها 16، لأنه 16 في 2 ب 32 وبيجي عندنا ناتج 1. طيب الآن حنضلنا نقسم حتى يصل هذا إلى صفر، حتى يصير هذا عندنا صفر. الآن كيف نعمل؟ الآن عندنا 16 2، الآن 16 تقسيم 2 اللي هو 8، 8 8 في 2 اللي هو 16 وباقي صفر. بعد هيك 8 2، 8 في 2 اسف اللي هو 8 تقسيم 2 اللي هو 4، 4 في 2، 4 في 2 اللي ايش؟ 8 وباقي صفر. بعد هيك 4 2 اللي هو 2، الأربعة فيها رقم 2 2، 2 في 2 ب 4 وباقي صفر. الآن ال 2 على 2 فيها 1، 1 في 2 ب 2 صفر. بعد هيك الآن بنيجي له 1 هان في 2، الآن الواحد رقم 2 فيها صفر، إذا هي صفر، صفر في 2 صفر وبضل عندنا 1. الآن انتبهوا، الآن هي القيمة الموجودة عندنا، هذه هي عبارة عن ايش؟ ال 32. الآن احنا بناخذ القيمة من هان هيك من اتجاه هذا وبنسجلها هيك، لأن احنا بدأنا شغلنا هيك، وبالتالي طبعا بنقول 1 0 0 0 0 1، هذه اللي هي القيمة من 32 بالثنائي. خلينا ناخذ مثال آخر في هذا الموضوع. المثال الثاني مثلا 15 عشري بدنا نحوله الى نظام ثنائي. طيب قلنا بنقسم على اساس النظام اللي هو 2، الان في عندنا هي 15، هي 15 2، الان ال 15 رقم 2 فيها 7، 7 في 2 اللي هو 14 بيزيد عندنا 1. الآن السبعة هي اثنين، السبعة فيها ثلاثة، ثلاثة باثنين ستة، بزيد لنا واحد. بعد هيك الآن الثلاثة اثنين، ثلاثة باثنين واحد اللي هو اثنين، بزيد لنا واحد. الآن بعده اللي هو واحد الاثنين، الآن في عنا اللي هو نيجي على الواحد رقم 2 فيه 0، 0 في 2 2، وعندنا اللي هو اسف هذه مش 0، اللي هو عندنا 0 في 2 0 والناتج 1. الان هي القيمه طبعا ناخذها من هان وبنكتبها عكس، يعني هان طبعا هي قدر ان صارت انها ايش؟ كلهم وحدات. الان حناخذ مثال اخر عشان نوضح، لو احنا مثلا كان عندنا 13، خلينا ناخذ مثال اخر ونشوف. الان لو مثلا عندنا 13 عشري بدنا اياه باللي هو نظام الثنائي. خلينا نكتب الان. طيب الان نجي نحلها، نقول هي 13 بثنائي، 13 فيها 6 و6 في 2 ب 12 بيزيد عندنا 1. الآن نيجي على 6 هي 2، الآن 6 في 2 طبعا فيها 3، 3 في 2 ب 6 والناتج 0. الآن باقي 3 و2 اللي هو 1، 2 1
نيجي على اللي هو 1 على 2 فيها 0 0 0 بيساوي ان انا 1. الان انتبه، هان قلنا احنا بناخذ القيمه من هان هيك وبنكتبها نقلبها، يعني الان حنقول 1 0 1 1. طيب الان لو واحد قال لك لا طبعا نحطها زي هيك، نحطها 1 1 0 1 زي ما هي هيك، يعني واحد قراها من هان. الان نشوف ايش الفرق بين لو قراناها من هان او قراناها من هان. الان القيمه هي اصلا هي 1 1 0 1. الان عشان نتاكد اذا قلنا 0 2 4 مش 0 اسف هي 1 1 2 4 8. الان اللي تحتيه 0 بديش اياه، يعني هذا بديش اياه. الان نجمع اللي تحتيه 1 1 و2 هي قديش؟ 1 و2 3 3 و8 بتساوي 11، يعني هذه القيمة هذه هذا الشكل هذا هيك هذا 11. طيب لو زي ما حكينا نقلبها يعني نصير عندنا 1 0 1 1. الآن لو قلنا 1 2 4 8 اللي تحتيه 0 بديش إياه. الآن 1 و4 5 و8 وتساوي 13. إذا أنت ما قلبتهاش هيك معنى ذلك أنه حل غلط. يعني إذا أنت ما قلبتهاش قرأت من هان وقلبتها هيك هيك معنى ذلك أنك أنت حل غلط إذا قرأتها من هان حطيتها زي ما هي بالطريقة هاي. طبعا هذا الكلام يعني كثير طلاب بخطئوا في هذا النقطة، في هذه النقطة أنك أنت بتشتغل صح لكن في النهاية بتنقل اللي هو إجابتك خطأ وبالتالي تقع في خطأ. هذا بالنسبة للتحويل، التحويل من ثنائي إلى عشري ومن عشري إلى ثنائي. خلينا ناخذ التحويلات الأخرى. الآن في عنا إحنا الآن خلصنا من ثنائي إلى عشري ومن عشري إلى ثنائي. الآن بدنا ناخذ من ثنائي إلى ثماني، من ثنائي إلى ثماني. طبعا احنا يعني الثماني خلينا نشيل الثماني ومش حنشرحه خالص لانه هو مش كثير مستخدم هذا اللي هو الثماني يعني، لكن احنا الثماني يعني بنمثله اللي هو 8 اللي هو عندنا 1 1 1 اللي هو 1 2 4. طبعا هذول القيمه هي 8 1 إلى 7، واحنا قلنا عناصر النظام بنتهي عند مين؟ من 0 إلى 7 اللي هو الثماني. تمام، خلينا ناخذ اللي هو التحويل الان من عشري من ثنائي الى سادس عشر، من ثنائي الى سادس عشر، يعني من ثنائي عندنا رقم ثنائي بنحول الى ايش؟ الى سادس عشر. هذا خلينا ناجله شويه. الان من ثنائي الى سادس عشر، الان القيم اللي عندنا اللي هي ايش؟ مثلا 1 1 0 1 1 0 هذا ايش؟ ثنائي، بدنا نحول لمين؟ لسادس عشر. الآن السادس عشر اللي هو 4 خانات يعني ايش؟ هي السادس عشر. السادس عشر 16 أو أكبر قيمة اللي هي 15. أكبر قيمة فيه 15، ال 15 عبارة عن ايش؟ 1 2 4 8. يعني 4 خانات. الآن بكل بساطة بنيجي ناخذ هان 4 خانات، الأربع خانات هذه عبارة عن ايش؟ اللي هي 1 1 1 1، يعني هذه القيمة هيك هي عبارة عن 15. عبارة عن 15. طب لو أنا بدي 1 بالسادس عشر 1 فقط اللي هو 1، باجي أقول 1 0 0 0. طب لو أنا بدي 2 بدي 1 1 0 0. طب لو بدي 3 أسف هنا، لو بدي 2 0 هنا، هذا 2. لو بدي 3 1 1 0 0. طب لو بدي 4 0 0 1 0. لاحظوا انه اللي بدي اياه بحط تحتيه، يعني الان هذا مثلا في 3 عباره عن 1 و2 بصيروا 3، هذا اللي بدي اياهم، غير هيك بديش اياهم. طب لو بدي مثلا 11 11 بالسادس عشر، يعني هي 11 بالسادس عشر، هيك كيف بعمله؟ اللي 11 عباره عن ايش؟ 1 و2 و8، اذا 1 و2 وصفر تحت الأربعة اللي بديش إياها وهي 8. الآن هذا عبارة عن إيش؟ 11 1 و2 و8. لو بدي 13 مثلا، 13 بالسادس عشر،
ال 13 في 16 عبارة عن ايش؟ 1 و 4 5 و 8 13. إذا بدي اللي هو 1 بدي إياه، 2 بديش إياه، 4 بدي إياها، و اللي هو 8 بدي إياه. هذا عبارة عن ايش؟ هذا عبارة عن 13. وبهالطريقة بنقدر احنا نحل اللي هو التحويلات من هنا. الآن التحويل كيف نحلها؟ نيجي نقول هاي 1 1 0 1 1 0. الآن نيجي نقسم أربعات، مش أنا عندنا أربعات، المجموع عبارة عن أربع عناصر، هاي 1 2 3 4، هاي مجموعة. الآن هذول عنصرين 1 2، الآن لو حطيت صفر هنا وصفر هنا ما فيش أي مشكلة بأثرش خلاص، لأنه الصفر في الناحية اللي هو الشمال مش حيأثر. الآن هذا عبارة عن ايش؟ خلينا نقول 1 2 4 8 تمام؟ وهذا عبارة عن 1 2 4 8. الآن هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن 1 و 2 و 8، إذا هذا عبارة عن ايش؟ 11. مش 1 و 2 3 و 8 11، هي 11. وهذا عبارة عن ايش؟ إذا تحتيه 1 اللي هو 1. الآن ما حدش يجي يقول 11 زائد 1، 11 زائد 1، لأنه فيش أصلاً حاجة اسمها 11 في النظام السادس عشر. فيش 11 في السادس عشر، السادس عشر اللي هو من 0 إلى 9، وبعدين A B C D E F. الآن قلنا 10 اللي هي A، B إذاً هي 11، إذاً هي مش ها 11، إذاً هذا بنقول هي B زي هيك. إذا 1 B، هاي 1 B تمام؟ هذا الرقم هو عبارة عن 1 B بالسادس عشر. ناخذ مثال آخر، ناخذ مثال آخر. طيب الآن في عندنا مثال آخر، 1 0 1 1 0 1 1 0 1، هذا نظام ايش؟ ثنائي. بدنا نحوله لايش؟ الى نظام سادس عشر، الى نظام سادس عشر. الان نيجي للشكل التالي، زي ما حكينا قبل شويه، نقول 1 0 1 1 0 1 1 0 1. الان قسم مجموعات اربعات، يعني 1 2 3 4 هي مجموعه، 1 2 3 4 هي مجموعه، وهذا عباره عن ايش؟ مجموعه لوحده، وهي 1 2 3 صاروا هيك اربعات. الان القيمه هاي عباره عن ايش؟ عشان يكون اسهل لنا بنقول 1 2 4 8. الان 1 2 4 8، 1 2 4 8. الان نشوف اللي تحتيه 1 بدي اياه، يعني كاني بقول له 1 زائد اللي هو 4، تحتيه 1 هي 4 زائد 8 وتساوي. وهذه نفس القصه، هذه تحتيها 0 بديش اياه الواحد، انا بدي 2 زائد الأربعة فقط وتساوي، لأنه اللي هو الثمانية تحتيها صفر. الآن هاي عبارة عن إيش؟ واحد فقط. الآن واحد والأربعة هذول عبارة عن إيش؟ 13. إيش ال 13 بالسادس عشر؟ ال 13 خلينا نشوف. الآن A قلنا 10، B اللي هي إيش؟ 11، C اللي هي 12، D اللي هي 13، E 14، و F اللي هي 15. إذا هذا عبارة عن إيش؟ 13 اللي هي D. طب وهاي 2 و 4 اللي هي 6، إذا هذه 6، وهذا عبارة عن إيش؟ 1. إذا 1 و 6 و D، هذا عبارة عن إيش؟ اللي هو تحويل من النظام الثنائي إلى النظام السادس عشر تمام؟ طيب هذا بالنسبة للنظام. طيب الآن نحول العكس، يعني عندنا نظام سادس عشر بدنا نحوله إلى ثنائي. الآن عندنا نظام، الآن مثلا نقول لك 3 F، هذا سادس عشر، 3 F سادس عشر بدنا نحوله إلى اللي هو ثنائي، بدنا نحوله إلى ثنائي. يعني عندي من سادس عشر بدي احوله الى ثنائي، بدي احوله الى ثنائي. الان كيف نحوله؟ نفس الطريقه اللي قبل شوي شفناها. الان اف وهي 3، الاف عباره عن ايش؟
عشان تريح نفسك قول هاي 1 2 4 8 وهنا نفس القصة 1 2 4 8 الآن الأف عبارة عن إيش هي؟ الأف قلنا عبارة عن هي 15 آخر قيمة اللي هي 15 الآن 15 كيف نمثلها بالآن بهاي الآن 15 هي 1 زائد 2 زائد 4 زائد 8 يعني معنى ذلك أنا بدي إياهم كلها هيتهم وبالتالي بدي أحط تحتيهم 1 1 1 1 طب لو كانت مثلا دي دي إذا هي عبارة عن إيش الدي؟ الدي عبارة عن 13 كيف نمثلها؟ 1 2 4 8 الدي عبارة عن إيش 13 13 كيف نجيبها من القيم هاي؟ اللي هي 1 2 1 و4 و8 يبقى بقول 1 هي 1 و4 و8 واللي تحتها اللي بدناش اياها بنحط فيها 0 اذا هذه هي عباره عن ايش 13 طيب الان هذا خلصنا من اف هي اف اللي هي 1 1 1 1 والثلاثه اللي هي بدنا 1 و2 وهذه اللي بدي اياها وباجي باخذ القيمه هاي وبحطها زي ما هي يعني نقول 1 1 1 1 1 1 لو ما حطيتش الصفرين هذول مش مشكلة تمام؟ هذا بالنسبة للتحويل من النظام اللي هو السادس عشر إلى الثنائي خلينا نأخذ مثال آخر الآن لو أخذنا مثلا 7 مش 7 خلينا نأخذ 5 أو 9 9 سي وناخذ كمان قيمة اللي هي B هاي ثلاث عندنا ثلاث قيم هاي 16 بدنا نحولها الى ايش؟ الى ثنائي طيب نيجي نحللها نقول هذا B وهي C وهي 9 الان B عبارة عن ايش؟ B عبارة عن 1 2 4 8 B عبارة عن ايش قلنا؟ البي عبارة عن 11 11 كيف نمثلها بهذه الأرقام؟ بدي 1 و2 1 و2 اللي هي 3 و8 11 إذا هي 1 1 0 1 طيب السي السي عبارة عن إيش؟ 13 و12 12 السي 12 الآن نقول 1 2 4 8 ال 12 كيف نجيبها ال 12 اللي هي 4 و8 إذا هنا 0 0 1 1 طيب والتسعة خلينا نشوفها كيف 1 2 4 8 الآن التسعة عبارة عن إيش 1 1 و8 1 و8 إذا هي 1 0 0 1 تمام وناخذ القيم هاي ونحطها زي ما هي 1 1 0 1 الآن 0 0 1 1 1 0 0 1 هذا عبارة عن إيش اللي هو النظام من نظام سادس عشر إلى نظام ثنائي. طيب إذا الآن أخذنا من ثنائي إلى عشري ومن عشري إلى ثنائي وأخذنا من ثنائي إلى سادس عشر ومن سادس عشر إلى ثنائي. الآن نأخذ اللي هو التغييرات أو التحويلات الغير مباشرة. التغييرات من غير مباشرة. كيف الغير مباشرة؟ يعني الآن لو عندي قيمة من لو قلنا لك من الآن من عشري لسادس عشر أو من سادس عشر إلى إيش؟ إلى عشري كيف ممكن نعملها؟ هذول تحويلات غير مباشرة يعني لازم أنت تتحول من العشري إلى ثنائي وبعدين من ثنائي إلى سادس عشر طيب الآن لو مثلا إحنا عندنا قيمة عشرية مثلا 17 اللي هو ايش؟ ثنائي. اسف مش ثنائي، عشري. بدي احوله إلى سادس عشر. الآن قبل ما احوله لسادس عشر بدي احوله لايش؟ لثنائي. كيف احوله لثنائي؟ قلنا بنقسم على أساس النظام. الآن بنقول هي 17 على 2، 17 على 2 فيها قديش؟ 8. 8 16. ال 16 في زائد 1 الآن 8 على 2 فيها 4 4 في 2 اللي هي قديش 8 0 الآن نيجي على
اللي هو 4 × 2 × 2 = 0. بعد هيك اللي هو 2 × 2 فيها الواحد في 2 بيطلع 0. بعد هيك اللي هو 1 × 2 = 0 وتساوي 1. الآن هذا عبارة عن إيش؟ 17. الآن هذه 17. الآن 17 هاي بقول لك نأخذها هيك ونقلبها، أهم شيء. إذا صارت عندنا بالطريقة هاي، طبعا هي مش هيفرق، لكن في الأرقام الثانية لازم تقلبها، تمام؟ لازم تقلبها. الآن إيش نسوي؟ بنقسم. الآن صار في عندنا ثنائي، ثنائي. الآن الثنائي هذا بدنا نحول لمين؟ لسادس عشر. كيف نحول من ثنائي لسادس عشر؟ بنيجي بنقول 1 2 3 4 هيها، وهذا عبارة عن إيش؟ 1 2 3. الآن هذا عبارة عن إيش؟ 1. طب وهيك 1. إذا بناخذ اثنين هذول هيك 1 1، تمام؟ هذه اللي هو 17 بالنظام اللي هو السادس عشر، واضح؟ هذا بالنسبة للتحويل من 10 إلى 16. أول شيء بناخذ العشري بنحوله إلى نظام ثنائي، وبعدين من نظام ثنائي إلى نظام اللي هو السادس عشر. طيب الآن نيجي ناخذ اللي هي الطريقة الثانية. الآن في عندي قيمة هان سادس عشر، يعني 1A هذا سادس عشر، بدي أحوله إلى اللي هو نظام السادس عشر. الآن التحويل من سادس عشر إلى ثنائي قلنا بالطريقة هاي، يعني عندنا 1A. الاي عبارة عن 10، نقول 1 2 4 8، تمام؟ الآن 10 كيف نمثلها؟ اللي هي 2 و8، وهذا 0 0، وهذا عبارة عن 1 اللي هي 1. طيب الآن صار عندنا ثنائي. الآن الثنائي بدنا نحوله لعشري، بدنا نضرب في مين؟ في أساس النظام. الآن في عندي هنا 0 ضرب 2 أس قديش؟ 1 أس 0، هنا 0 صح؟ هذا رتبته 0، هذا رتبته 1 2 3 4. طيب الآن زائد الواحد هذا ضرب 2 أس قديش؟ 1، زائد اللي هو 0 هذا، زائد 0 ضرب 2 أس اللي هو 2، زائد الواحد هذا 1 ضرب 2 أس اللي هو 3، زائد اللي هو الواحد هذا 1 ضرب 2 أس 4. الآن نجمعهم اللي هو قديش حيكون معايا؟ اللي هو 1 1 + 2 + 3. الاثنين لا آسف، هنا المفروض احنا نضرب. الآن أي قيمة مرفوعة إلى الصفر؟ اللي هي 1 ضرب 0 0، زائد الآن هذا عبارة عن 2، زائد الآن هان بما أنها مضروبة في 0 فهي 0، زائد هذه 8 اللي هي 2 أس 3 8 ضرب 1 اللي هو 8، زائد اللي هو 16، هان 16 وتساوي 16 و8 اللي هي 24 24 26. إذا هذه القيمة اللي هي 26، إذا نكتب هنا 26. هذا بالنسبة للتحويلات بين الأنظمة. الآن هذه التحويلات بين الأنظمة، هي خلصنا من التحويلات بين الأنظمة. طيب نيجي ناخذ بعض العمليات على الأنظمة، بعض العمليات على الأنظمة. عمليات الأنظمة اللي هي حناخذ عملية اللي هي الجمع فقط. الآن حناخذ عملية اللي هي الجمع فقط. طيب الآن في عندي طبعا الجمع في ايش؟ في النظام الثنائي، الجمع في النظام أو العمليات على النظام الثنائي. يعني الآن لو عندي مثلا 1 0 1 1، هذا ايش؟ ثنائي، زائد 1 1 0 1، وهذا ثنائي، بدي الناتج ثنائي. كيف نجمع؟ الآن ناخذ القاعدة الأساسية في قصة الجمع. الآن في عندي 1 أو قبل 1، خلينا نقول إذا كان عندي 0 زائد 0 وتساوي قديش؟ 0. الآن 1 زائد 0 وتساوي 1، 0 زائد 1 وتساوي إيش؟ 1. طب 1 زائد 1 تساوي 0 0، ونرفع 1 باليد 1،
يعني باليد واحد. طيب الآن كيف واحد زائد واحد تساوي صفر؟ كيف واحد زائد واحد تساوي صفر؟ طيب الآن إحنا هو واحد زائد واحد هو يساوي اثنين، هذا في النظام العشري. واحد زائد واحد في النظام العشري تساوي اثنين. طيب الآن واحد في الواحد في النظام الثنائي هو فيه اثنين؟ لا، فيش اثنين، لأن النظام الثنائي عناصره واحد صفر وواحد فقط. طيب الآن اثنين في النظام الثنائي كيف حيكون؟ اللي هو صفر وواحد، صح؟ صفر وواحد بالنظام الثنائي. إذا كأنك أنت عارفين كيف بنعمل؟ لو أنت لما قلت هنا في النظام العشري، لما كنا تعلمنا هذا وإحنا صغار في الصف في الابتدائي، إنك أنت لو عندك تسعة زائد اللي هو واحد، تسعة زائد واحد اللي هو صفر، صح؟ وباليد واحد، والواحد هذا بنزل، يعني هذا في الأحاد وهذا في العشرات، هاي نفس الفكرة. الآن واحد زائد واحد يساوي هاي صفر وباليد واحد، تمام؟ صفر وباليد واحد، والواحد هذا بنزل. الآن هذا هي عبارة عن إيش؟ اثنين بالنظام الثنائي. هذه هي الفكرة في الموضوع. طيب الآن خلينا نشوف المثال. نيجي عندنا اللي هو واحد واحد صفر واحد زائد واحد واحد صفر واحد. خلينا نشوف الآن في عندنا اللي هي القيم التالية. الآن واحد زائد واحد قلنا صفر وباليد واحد. الآن واحد زائد صفر واحد، وواحد زائد واحد صفر وباليد واحد. الآن واحد وواحد صفر وباليد واحد. الآن عندنا صار واحد وواحد وواحد، كيف نحلها هذه القصة؟ الآن نيجي نخلص الاثنين هذول مع بعض. واحد وواحد هي واحد وواحد اللي هو صفر وباليد واحد، تمام؟ الآن الصفر هذا وواحد، صفر وواحد اللي هي واحد، والواحد هذا بما انه فيش حاجه تحتيه بنزل. اذا ناتج الحل اللي هو صفر 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 واحد واحد. طب بتاكد على القصه هاي. طب هذا هو عباره عن ايش؟ هو اللي عباره عن لو قلنا واحد اثنين اربعه ثمانيه، هذا عباره عن ايش؟ اللي هي واحد واربعه وثمانيه. واحد واربعه يعني هذا 13، هي 13. طب وهذا عباره عن ايش؟ هي واحد اثنين اربعه ثمانيه، عباره عن ايش؟ واحد وواحد اللي هو ثلاثة، واحد واثنين ثلاثة، وثمانية هذا 11. إذا 11 13 و11 اللي هي 24. 24، شوف هذا هو فعلا 24. طيب نيجي نقول هاي 1 2 4 8 16. الآلة اللي تحتيه واحد عبارة عن 8 و16. 8 زائد 16 بيطلع قديش؟ 24. إذا حلنا صحيح. طيب ناخذ مثال اخر، ناخذ مثال اخر على اللي هو جمع الاعداد او العدد الثنائي او الانظمه او في الجمع في الاعداد اللي هو الثنائي او في النظام الثنائي. طيب نيجي ناخذ اللي هو مثلا واحد صفر واحد 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 زائد، هذا طبعا ثنائي، نغير القلم، زائد اللي هو واحد واحد صفر واحد 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 اللي هو ثنائي، وتساوي بدي اياه بالثنائي، بدي اياه بالثنائي. الان نجي نقول هنا واحد 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 صفر واحد. طب لو واحد راح كتب هذا فوق فيش مشكله، لانه في الجمع عمليته بدليه، يعني الوقت 2 زائد 1 او 2 او 1 زائد 2 مش هتفرق. الان نجي نقول هنا واحد 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 صفر واحد واحد. الان هيك هنقول له زائد، طبعا حيجي واحد وواحد صفر وباليد واحد. الآن واحد وواحد هي صفر وباليد واحد، وصفر وواحد واحد. الآن واحد وواحد اللي هو صفر وباليد واحد، صفر وواحد واحد، والواحد هذا وصفر وصفر بيطلع واحد، وواحد وواحد اللي هي طبعا صفر وباليد واحد، وواحد وواحد صفر وباليد واحد، والواحد بنزل. الآن نقولنا صفر واحد 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 صفر صفر واحد. هذا بالنسبة للعمليات اللي هو الجمع على. ناخذ مثال آخر، خلينا ناخذ مثال آخر عشان نتأكد من ايش، يعني اللي ما فهمش يفهم. طيب الآن نيجي نقول مرة ثانية
او بناخذ ثلاث قيم، يعني تعالوا ثلاث ارقام ناخذهم اللي هو 0 1 1 1 ثنائي زائد 1 1 1 0 ثنائي زائد اللي هو 1 1 1 اللي هو ثنائي تساوي، يعني ثلاث قيم بدي اجمعهم، ثلاث قيم بدي اجمعهم، فيها مشكله؟ مش فيها مشكله، نفس القصه حنشتغل، الان حقول 1 0 1 1 تمام زائد اللي هو 1 1 خلينا نبدا منها عشان اذا 0 1 1 1 طيب زائد اللي هو 1 1 1 هذه هي القيم اللي بدنا ايش نجمعها الان يجي 1 و1 اللي هي 0 و1 تمام الان 1 و1 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 يعني هذول ايش نيجي نخلصهم مع بعض 1 و1 هي 0 وباليد 1 الان 0 و1 1 1 و1 اللي هي 0 وباليد 1 رجعنا هنا ثلاث مرات او مكرر خمس قيم الان 1 و1 اللي هي ايش 0 وباليد 1 الان 1 هنا 0 صارت وهنا 0 وهنا 1 وهنا 1 1 و1 اللي هي 0 وباليد 1 الان نفس القصه هنا عندنا 4 نخلصهم 1 و1 0 وباليد 1 و1 و1 هان او ممكن احنا نخلصهم مباشره نقول 1 و1 اللي هو عباره عن 0 وباليد 1 و1 و1 هو 0 وباليد 1 و1 بنزل الان نيجي نقول له هاي القيمه اللي بدك اياها اللي هي هان اللي هي لهذا المثال نقول له هي هان بالثنائي 0 0 0 0 5 اصفار 1 تمام هذه هي اللي هي العمليات اللي على الجمع في نظام الثنائي لهذه النقطة نكتفي ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.